السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. مثل ما عودناكم بتغطية كل جديد في عالم السيارات، جديدنا لليوم بالتحديد من صالة الجبر وكيل الحصري بالمملكة العربية السعودية للسيارات كيا الكورية، نستعرض مع بعض أشهر سيارة SUV متوسط الحجم في أسطول سيارات كيا سوبر تاج موديل 2021. بنذكر الاختلافات اللي طرت عليها عن الموديل السابق بفئة الستاندر بشكل كامل. قبل ما نبدأ هذه التغطية، أتمنى منك الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، بالإضافة أعطونا آراءكم وتقييمكم لكيا سبورتاج بشكل كامل. نبدأ تفصيلنا لكيا سبورتاج في الواجهة الأمامية. قبل ما نتكلم عن الواجهة الأمامية، خلونا نشوف وش داخل غطى المحرك. أكيد موجود محرك 4 أسطوانات دفع أمامي 1600 سي سي، الأحصنة فيها 133 حصان محرك GDI. نبدأ تفصيلا للواجهة الأمامية. في الواجهة الأمامية موجود شبك أمامي تحمل هوية كيا بشكل كامل، المتعارف عنها بالعامية وجه النمر، أو بمعنى أصح أنف النمر، بالإضافة لفتحات تهوية بالأسفل وكشاف ضباب الإضاءات بالنسبة لهذه الفئة الهيلوجين في العالي والواطي. طبعا حول كشافات الضباب موجود تطعيمات باللون بيور بلاك، بالإضافة لحول الشبك موجود شريط من الكروم. تنافس كيا سبورتاج بشكل عام، تنافس كيا سبورتاج هونداي توسان بالإضافة لنيسان إكس تريل وبالأخير مازدا سي إكس 5. سعر كيا سبورتاج، طبعا سعر كيا سبورتاج 77,000 غير شامل الضريبة، 77,300 بعد إضافة الرسوم وإضافة المصاريف بشكل كامل والضريبة، يصير سعره 90,100 ريال موديل 2021. تقييم استهلاك الوقود في كيا سبورتاج كل لتر بنزين يمشيك 14.9 كيلو، التقييم ممتاز. خلونا نشوف الجزء الجانبي ونشوف مواصفاتها بشكل كامل. جنوط كروم بفئة الستاندر مقاس 17 انش، بالاضافة لعوارض بالسقف وواقيات للطين بالاسفل. طبعا موجود بلاستيك صلب حماية للسيارة من بالاسفل من الاسفلت وبعض الاجزاء المتحركة في الارض. طبعا في الواجهة الامامية موجود فتحات للتهوية، هذه بالتحديد لتهوية الفرامل، لتهوية الفرامل، اما اللي بالوسط فهي لتهوية المحرك. الكلمات ما هي متوازنة شوي. عوارض بالسقف، المرايات جاية باللون السيارة والمقابض بلون السيارة، وبالخلف جناح خلفي لكن للأسف بدون حساسات خلفية. كيا سبورتاج، هذه ديفيوزر بالأسفل وشريط من الكروم موجود بالأسفل، هذه الديفيوزر والشريط، لا فيها حساسات واضحة، هذه حتى تكون بشكل أوضح جاية، ما هي واضحة بالتحديد لكن إذا ركز بتشوفها، بالإضافة لكشاف ضباب وجناح خلفي، بالإضافة فيها كشاف ومساحات خلفية. خلونا ننتقل الحين ونشوف كامل المواصفات وكامل التفاصيل الداخلية لها بالتحديد. طبعا جاية فئتين في الستاندر، جاية فئة بدون كاميرا خلفية وبدون شاشة مثل هذه الفئة اللي موجودة معنا، وفي الفئة الثانية اللي بنركز عليها أكثر، فئة الستاندر لكن فيها بعض المميزات وبعض التفاصيل المهمة. ككيا سبورتاج طبعا أغلب اللي يقتنونها وأغلب اللي يشترونها أكيد ناس يهتمون في استهلاك الوقود بشكل كامل. هذا مفتاح كيا سبورتاج، فتح وغلاق وفتح الشنطة. على ذكر فتح الشنطة، خلونا نشوف الشنطة الخلفية والمساحة الخلفية لصندوق الأمتعة، زعنفة بالخلف. هذه تعتبر المساحة نوعا ما جدا مناسبة. يا وجه الله، السيارة حارة، السيارة طبعا تو مدخلينها ففيها كمية حرارة غير طبيعية. وهذه عجلة القيادة، هذا الاستبنة، الجنوط جاي بنفس الجنوط الخارجية لها، فرشات، أدوات السلامة بشكل عام، هذه وقاية من الشمس أو حافظة، يمكن تبغاها حافظة يمكن تبغاها وقاية، أي شيء
لها عدة استخدامات بشكل كامل، ما فيها منفذ بالخلف، أو هذا المنفذ ثواني لا ما ينفتح. طبعا هذه المساحة الخلفية بشكل أوضح، مثل ما قلنا تنافس بالدرجة الأولى، لها عدة منافسات مثل نيسان إكس تريل ومثل تويوتا راف 4، وعندك بعد هونداي توسان ومازدا سي إكس 5. هذه الكاميرا الخلفية واضحة بشكل كامل. لوجو كيا موجود بمنتصف صندوق الأمتعة. بنشوف مواصفاتها الداخلية، وهذه المساحة الخلفية. طبعا مضافة فيها فتحات للتهوية بالخلف، بالإضافة مدخل 12 فولت مراتب مخمل، فيها خاصية تثبيت مرتبة الأطفال على إيزوفيكس. هذه تكاية بالوسط تكاية بالوسط. المقابض الداخلية كروم، وهذا الجزء كله بلاستيك بفئة الستاندر بشكل كامل. طبعا من التغييرات اللي طرت عليها في هذا الموديل بالتحديد الكاميرا الخلفية والشاشة فئة الستاندر بشكل كامل. مثل ما شفتم فئة الستاندر في موجودة منها فئتين، فئة تجي بكاميرا خلفية وشاشة متصلة بكاميرا خلفية، وفئة بدون كاميرا خلفية ولا شاشة. خلونا نجيها من زاوية السايق يكون أفضل. مواصفاتها كثيرة حتى لو انها فئة ستاندر، لكن فيها مواصفات وميزات حلوة. طبعا كان الود ودي اني اصور كيا الاوبتيما فئة الستاندر، لكن ما حالفنا الحظ. السيارة مقفولة عليها بهذه فئة الستاندر، لكن باذن الله الايام الجاية بنصورها. الجير تبترونيك من 6 سرعات. هذه الكاميرا الخلفيه